واخد برضو رأيه بخصوص الماتشين. بص يا امير، بدايه بطوله السوبر الموسم ده اقوى واكثر شراسه من الموسم طبعا اللي فات. عشان ليه؟ الزمالك موجود، عشان الزمالك جمهور موجود. الزمالك سيبك موجود. بقى من كل اللي بيقول الزمالك بيشارك مجامله، الزمالك بالكارت الذهبي، لا. الموسم اللي فات او البطوله اللي فاتت كان الاهلي وسيراميكا وبيراميدز ومودرن سبورت. مع احترامنا لكل الفرق دي ومع الاهلي طبعا فريق كبير، ولكن انت شفت شكل عفوا شكل المدرجات في البطوله ما كانتش حلوه طبعا. لكن المره دي البطوله الزمالك مهما كان برضو كان بعيد عن البطولات الفتره اللي فاتت، ولكن الزمالك شارك بالكارت الذهبي. اكيد مجامله لنادي الزمالك اكيد، وايضا مجامله للشركه او مجامله طبعا مجامله لنادي الزمالك، عشان الزمالك هيدي البطوله بريق تاني ولون تاني طبعًا وطعم طبعًا تاني. وجود الزمالك مهما يعني مهما هي مجامله شئنا ما بين الزمالك فريق كبير الزمالك. لقيمه الزمالك وعشان البطوله تنجح. البطوله صعب التكهن بيها، انا بختلف مع ابو علي في حاجات كتير هو قالها. مباريات صعبه جدا جدا. الاهلي جاي جريح بعد خساره الزمالك السوبر الافريقي من مين؟ من غريمه التقليدي الزمالك. الاهلي حاله طوارئ كبيره جدا جدا. انا واحد من الناس مندهش ليها، مش هو ده النادي الاهلي. مش عيب إيه مش عيب يعني عيب يعني البروباجندا اللي حصلت جوه النادي الاهلي دي. الدنيا قامت ما عادتش لما الاهلي خسر بطوله. بس ده طبيعه الاهلي. قامت فين؟ لا، الاجواء وكابتن محمد رمضان جه ولاعيبه وحاله طوارئ وي 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 مش يعني مش يا جماعه ده الاهلي. مش عيب ان الاهلي يخسر، اكبر فرقه العالم بتخسر يعني. الاهلي خسر بطوله مش عيب. على الجانب الاخر فرحه الزمالك بالبطوله فرحه مبالغ فيها، مبالغ فيها بشكل كبير جدا. الزمالك انتوا فريق كبير، ولكن تقدر تمشيها ليه؟ لان فازوا على مين؟ على غريمه التقليدي النادي الاهلي. الزمالك جاي للبطوله منتشي، روح المعنويه مرتفعه. مجلس النشوه دي مأثره على نادي الزمالك، وجمهور الزمالك متخوف من الحته دي. لا، النشوه دي وقفت من حوالي 7-8 ايام، وقفت، قفلوا على القصه. تمام. مجلس الكابتن حسين لبيب رصد مكافئات خياليه للفوز بالسوبر. وصلت لكام؟ ممكن اللاعب ياخد حوالي 250,000 جنيه. امال مكافئات السوبر افريقيا كانت كام لكل لاعب؟ 150,000 جنيه. يعني البطوله دي سيبك بقى من اللي قال الكابتن احمد سليمان امبارح، انا بختلف على اللي هو قاله. قال لك احنا جايين من بطوله كبيره لبطوله صغيره. لا طبعا ما فيش بطوله كبيره إعلامية وما فيش بطوله صغيره. الاهلي داخل زي ما بقول لك داخل البطوله دي رغم ان كتير قوي من نادي يعني من مسؤولي نادي الزمالك زعلوا من تصريحات الكابتن احمد بلال. فبرضه تصريح الكابتن احمد سليمان بعتقد ان هو مشابه شويه. احمد سليمان لوحده ده احمد سليمان وعفت نصار وايمن عبد العزيز وامبارح قايم كابتن احمد قال لك الاهلي هيكون على مستوى المسؤولين في نادي الزمالك. لا، ما انا بقول يعني هو بلال مش مسؤول، هو بلال اللي لا سنة. لا انا بتكلم ان حتى المسؤولين في نادي الزمالك زعلوا من تصريحات احمد بلال. فانا كمسؤول في نادي الزمالك لدرجه ان حتى الفيديو ده حتى الفيديو بتاع احمد بلال في اوضه اللعيبه قبل الماتش. الاهلي هيجز بلغه الكوره. الاهلي مش هيفرط في البطوله دي بسهوله. الزمالك زي ما بقول لك جاي منتشي وعايز يحافظ على حاله النشوه الموجوده. بيراميدز فريق كبير جدا جدا جدا، فريق عارف اهو معنى او طريق البطولات بعد الفوز بكاس مصر. طيب. فريق عنده اسكواد من اقوى الفرق. برضو احنا ناسيني امير سيراميكا. سيراميكا فرقه محترمه جدا يعني. 3-0 يا ابو علي الاهلي وسيراميكا. لا صعب كتير يعني انت مش بتلعب يعني. لا صعب. بكره هنكلمك بعد الماتش. رغم ده كله انا شايف ان متفق مع ابو علي دي. فوز الاهلي بالسوبر الافريقي 50 بالسوبر المصري 50% ماشي. الزمالك 30% بيراميدز 25% سيراميكا 5% 50 كده 110 كده 110 40 الاهلي 40 الاهلي 30 كده. الزمالك ماشي 25 بيراميدز و5 سيراميكا كليوباترا. طيب ده توقعاتك يعني.